بص هنا كده على السلاح اللي انا عامله، انا عايز اجيب لكم الحاجه كلها قدامكم في الكاميرا. تمام، بص من لما مسكت السلك التاني، شايفين قوه الحراره؟ تمام اهو. لا وكمان السلك الحراري لو سبته مده كده اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. ان شاء الله هعمل لكم فيديو جميل جدا جدا هيعجبكم قوي، واختراع جميل وبلاش. تمام، مش هتغرب اي حاجه، ركز معايا. دي اللمبه الموفره ل 26 واط. تمام، فتحتها من جوه، ده مدخل 220. تمام، وده المدخل المخرج اللي خارج ليه للمبه الموفره دي. تمام، سلكين دول. احنا معانا دايره تانيه ايه؟ عشان ايه نوفر الليله دي. تمام، ده مدخل 220، والرجلين دول تمام دول اللي خارجين للمبه. تمام، اللي هم دول. احنا دلوقتي كاوية من الدايرة دي، وفي فيديو ان شاء الله جاي نعمل منها باور سبلاي 12 فولت او اي فولت انت عاوزه، وممكن نعمل منها دايرة شحن البطارية لحد 100 امبير ان شاء الله برضو. فركز معايا، خلينا في الفيديو ده الاول، يعني في سلسلة حلقات هعملها على الدايرة دي ان شاء الله. دلوقتي ديت مدخل 220، وده المخرج بتاع اللمبة. تمام كده. طيب احنا نجيب معدن فرايت اللي هو الملف ده. تمام، الدايره دي موجوده في البوارات السبلاي بتاع الكمبيوتر، وموجوده في البوارات اللي هي ال 20 امبير وال 10 امبير، والبوارات اللي هي اللي في بوارات كتير يعني. الدايره دي تمام، معدن فرايت ده هنجيبه وهنفرغ السلك اللي فيه، وهنلف بسلك 27 من 100. تمام كده، 80 لفه، من 80 ل 100، من 80 لفه ل 100 لفه بسلك 27 من 100. تمام كده، وعندك السلك ده 1 ملي، هنعمل 2 مجوز ونلف على 3 لفات كده. تمام، انا مش مكمل 3 لفات كمان، ده دول لفتين اتنين، ادي 1 2. تمام، مش مكمل 3 لفات. طيب هنجيب احنا كده، وطبعا السلك ده على ورنيش معزول، وده برضه معزول. تمام، هنصنفر كده يعني، حتى السلك اللي انا جايبه الومنيوم كمان اهو، طبعا لو نحاس هيبقى افضل بكتير. تمام كده، هتصنفر طبعا الرجل ديت عشان ايه الالتماس يكون شغال معاه. هنربط دي كده، واللي معايا ديت من قطعة الدومينو اللي هي بتاع التوصيل، في ناس كتير عارفاها، هحاول اجيب لكم الصور على الشاشة. تمام، والجنب التاني احنا هنعمل كاوية لحام، وبحرارة جميلة جدا، وهتعجبك اوي 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 اوي. بس ركز معايا، هكرر نفس الكلام تاني، ده سلك 2 ملي 3 لفات. تمام، وده سلك 27 من 100، من 80 لفة ل 100 لفة، من 80 لفة ل 100 لفة. تمام تمام كده. طيب في بقى تعديلة بسيطة هنا لازم نعملها، ركز معايا. ده 220، الاتنين الحمرا دولت الاسلاك الحمرا ديت، دي 220، وده الخارج، ولا مسار ولا مسار، دول داخلين على اللمبة الموفرة. تمام كده، اللي هما دول، دول 220 هما بتوع الدوايا. تمام، دول خارجين من اللمبة، اللي خارجين من اللمبة اللي هما دول. تمام، احنا هنلحم الملف اللي احنا لفناه على ايدنا ده على دول، بس خلي بالك مش هيشتغل معاك، في نقطة مهمة لازم تعملها في الدايرة عشان يشتغل معاك. ركز معايا بس، وخليك معايا واحدة واحدة في الخطوات، وانت تفهم كل شيء. تمام، هنلحم احنا السلكين دولت اللي هم 80 لفة على الخارج بتاع اللمبة اللي هو راح للمبة.
تمام كده. تمام كده. وراح في الفيديو على الخارج اللي راح لي اللمبة. طيب هنيجي هنا، ده سلك حراري بتاع الدفايات، تمام، او سلك السشوار يكون افضل، لان سلك السشوار بيكون ادخل من ده شوية، تمام. او لو عندك بس السوستة اللي هي السلك السوستة، يعني اي سوستة ما تنفعش، لان السلك ده حراري وسلك نضيف ما بيفصلش معاك في الحرارة، تمام. هنجيب احنا حتة كده، ركز معايا عشان تفهم كل الخطوات. هنلحم ده كده، هنربطه في قطعة الدومو ديت، تمام كده. طبعا ده في الاخر هتعمل له يد، وكل ده هيتثبت عليه، يد زي يد المكوة الكاوية اللي هي المسدس بتاعت زمان دي، تمام. تمام كده، تمام كده. طيب في نقطة مهمة بقى، ودي أهم نقطة جدا، يعني أهم نقطة في الليلة دي كلها. الشبر ده اللي موجود في الدايرة دي، تمام، هتلاقي الملف اهو، بداية هنا اهي، بدايته اهي ونهايته اهي، تمام. في ملفات بتيجي بدايته هنا ونهايته هنا، او هنا وهنا، يعني الاتنين دول. ثانية واحدة كده، ممكن يجي معاك الاثنين دول، ممكن يجي معاك الاثنين دول، ممكن يجي معاك الاثنين دول، اللي معايا ده على الاثنين دول، لكن اللي في الدايره، تمام، واحد على رجلي دي واحد على رجلي دي، اللي هما دول كده، تمام. يعني خط هنا بدايته هنا ونهايته هنا الملف ده. طيب احنا هنيجي على رجل الملف ونقفله على بعض، حته سلك صغيره كده، تمام. الكلام ده في الدايره اللي هي خارج منها سلكين اتنين، في دايره من دي خارج منها اربع اسلاك لها طريقه تانيه، تمام كده. انا قفلت الرجل بتاع الشوبر او الملف، تمام، هو كده نصين اهو، الملف بدايته هنا اهي ونهايته هنا، تمام. انا قفلتهم على بعض، تمام، قفلت رجلين على بعض، تمام كده. طيب لو احنا وصلنا 220 دلوقتي، انا وصل الكهرباء كده، دي كهرباء 220، تمام اهو. هنوصل احنا واحد هنا، بص هنا كده على السلاح اللي انا عامله، عايز اجيب لكم الحاجه كلها قدامكم في الكاميرا اهو، تمام. بصوا من لمسه السلك الثاني، شايفين، شايفين قوه الحراره، تمام اهو. لا وكمان السلك الحراري لو سبته مده كده اهو، تمام، عمره ما اتقطع منك. ليه؟ لان السلك ده حراري، لكن لو جبت سلك سوسته صلب هتقطع معاك، شايفين ثابته معاك اهي ومية المية. طيب لو احنا جبنا اي شاسيه او اي برده، تمام اهو، تمام كده. طبعا بتخلي الازير يغلي، ليه؟ لان الحراره عاليه جدا، فانت عشان تشتغل بها بقى، طبعا هيكون ايدك على الزرار، تفتح وتقفل لحد ما تعوز الحراره اللي انت عاوزها، لان طبعا كده هو الحراره عاليه جدا اهو، شايفين الزر اهو، شوف بينزل ميه اهو، تمام اهو. طبعا الحراره باينه في الفيديو عامله ازاي اهو. افصل، اوصل الفيشه تاني، شايفين. يعني كمان الناس اللي بتحب النحت على الاخشاب، تمام اهو، Thank you.
ما قلت لك لازم يكون سلك اتخن من كده شويه. انت طبعا عشان السلك ده رفيع تطبق منه وانا بكتب وانا بتك عليه وانا بضغط عليه. تمام، لازم يكون السلك ده اتخن شويه عن كده. تمام كده ابو تمام. طبعا الحاجات دي لازم تثبت كلها، لان طبعا الهزه هنا دول ما ينفعوش يتهزوا كده، فانت عشان تعملها على قد خشب ولا حاجه وتثبت الدنيا دي كلها. اللي يهمني دلوقتي اللي هي كاويه، ثبت معاك اهي وشغاله وشغاله ما شاء الله، الحراره مستمر معاك اهي ومية المية ما تفصلش. وطبعا شوف الحراره عامله ازاي، شايفين كوره السلاح عامله ازاي. فعشان تعملها بقى يد الكاويه تعملها كاويه لازم يكون السلك ده متخن شويه، ده مش مكمل ربع ملي. تمام، مش مكمل 47 مية، فانت تجيب لو منه نص ملي يبقى او 1 ملي هيبقى جميل جدا في سلاح معاك الكاويه والكلام ده. تمام، 1 ملي في نفس التخانه دي كده في نفس الصون كده كده وهيتعمل سلاح. تمام، وهركب هنا السلك ده رائع جدا بتاع السوست دي، السوست الحراري دي. تمام، ده رفيع جدا ما ينفعش، عايزين بقى واحد ادخل منه شويه وهي الحمد لله هتشتغل معاك مش هتزعلك. طالما انت عامل سلك 2 مللي زي ما قلت لك هنا او 1 مللي، من 1 مللي وانت طالع ما يقلش عن 1 مللي. كاويه حرارتها عاليه جدا وبالدايره بتاعت اللمبات. تمام، وشيء بسيط جدا. فان شاء الله الحلقه الجايه هنحاول نعمل لكم ترانس او قربتوا منها 12 فولت 2 امبير برضو من الكارته دي، وفي دايره بالحس المغناطيسي او الحس اللي هو الكهرومغناطيسي برضو بتعمل بالدايره دي. فكل ده ان شاء الله هنعمله بالدايره دي. تمام كده، يعني الدايره دي بتعمل فيها حاجات كتير جدا وما شاء الله تعجبك، فيك ممكن انها تشحن بطاريه وفيك ممكن انها تعمل حاجات جميله جدا ومش هقول لك يعني ما شاء الله. وحاجه من يعني مؤاخذه من الخرده، يعني مش حاجه اشتريناها ولا حاجه. شايفين قوه الحمار بتاع الكهرباء بتاع الكاويه اهو. تمام، شايفين حرارة بسم الله ما شاء الله. يعني انت لو اشتريتها من خردة بجنيه هتبقى كاوية 10/10 بجنيه، مش هتغرب اي حاجة فيها. تمام كده، رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على الفيديوهات الجاية ان شاء الله. كان معكم السيد عوض قناة ابو احمد الكترونيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.